بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن ما يعرف باسم جيش العزة التابع للجيش السوري الحر أنه أسقط طائرة مروحية روسية في ريف حماة وسط سوريا. وقالت مصادر إعلامية إن طائرة مروحية روسية من نوع صياد الليل أسقطت بصاروخ تاو جنوب رحبة خطاب في ريف حماة الشمالية. أصدر مجلس الوزراء العراقي قراراً بحظر الرحلات الجوية من وإلى كردستان في حال لم تخضع المطارات لسلطة الحكومة بحسب مراسلنا. ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي أن حكومة العراق أمهلت كردستان مدة 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي. كشف مصدر عسكري في محافظة كركوك العراقية أن عددا من مقاتلي تنظيم داعش سلموا أنفسهم مع أسرهم لقوات البيشمركة الكردية عند السواتر القريبة من قضاء الحويجة التي تخوض القوات الأمنية عمليات تحريرها منذ أيام. وأضاف المصدر أن قوات البيشمركة اعتقلت الإرهابيين مع أسرهم ونقلتهم إلى أماكن مجهولة. قتل 5 مصلين وأصيب 3 آخرون بجروح في تفجير استهدف مسجداً في شمال شرق نيجيريا ونفذته امرأة انتحارية بحسب ما أعلن مسؤولون في ميليشيا محلية تساند الجيش في حربه ضد متمردي جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقع التفجير في مسجد في مدينة ديوكوا الواقع على بعد 90 كيلومتراً تقريباً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيتوجه إلى الصين لإجراء محادثات تستغرق 3 أيام وسط جهود دولية مستمرة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وكان وزير الخارجية الأمريكي قال إن اتخاذ أي قرار عسكري أمريكي ضد كوريا الشمالية يعود إلى ترامب. تكافح أطقم الإطفاء حريق غابات كبير في جنوب كاليفورنيا دمر مبنى واحد على الأقل وأجبر 1500 شخص على الفرار من منازلهم. وأفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا بأن ما يعرف بحريق كانيون الذي اندلع بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في مرتفعات سانتا أنا شرقي لوس أنجلوس أدى إلى احتراق ما يزيد على 2000 فدان في تلك المناطق. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب. وإن أعجبكم ذلك لا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.